في أي تاريخ تريد. اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية العثور على الرسائل الخاص بك في أي يوم أو أي تاريخ تريد أن تقوم بالعثور عليها. سوف نتعرف على هذه الطريقة من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها. نأتي إلى الأعلى، نقوم بالضغط في الأعلى هنا، ثم بعد ذلك نأتي إلى الأسفل هنا، نضغط على كل البريد هنا، نقوم بالضغط عليه، ثم بعد ذلك سوف يأخذنا إلى نافذة البريد الخاصة بالرسائل، ثم بعدها نضغط على التاريخ هنا، ثم بعد أن نقوم بالضغط على التاريخ سوف نأتي إلى هنا، تختار الرسائل التي تريد أو التي تم إرساله لك في مدة من هذه المدة الخاصة هنا على حسابك جوجل جيميل، ويمكنك التعرف عليها. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.